السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دائما مع سلسلة تعلم الرياضيات، إذا عندنا اليوم الحصة التاسعة من اللبنة جوج الأعداد من 0 إلى 999 الجمع. إذا نبدأ بالحساب بسرعة مع أول نشاط. عندنا 8 زائد 3 تساوي 11، 6 زائد 8 تساوي 14، 7 زائد 8 تساوي 15، 7 زائد 5 تساوي 12، 6 زائد 9 تساوي 15، 9 زائد 9 تساوي 18، 2 زائد 9 تساوي 11، 8 زائد 8 تساوي 16، 4 زائد 7 تساوي 11، 7 زائد 7 تساوي 14، 3 زائد 9 تساوي 12، 6 زائد 6 تساوي كذلك 12. بالنسبة للتمرين رقم 2 أتمم حسب المطلوب. إذا عندنا عجلة الأعداد كتكون من المئات العشرات والوحدات، وكل دائرة كتمثلنا رتبة معينة. إذا غادي نبداو بالمئات وغادي نشوفوا عدد النقط داخل هذه الدائرة. 1 2 3 4 5، إذا كنكتبو في المئات 5، ثم العشرات عندنا 3، ثم في الوحدات ما عندناش، إذا غادي نكتبو 0 ونكتبو العدد بالحروف. ثم غادي نمرو للمثال الثاني، عندنا 612، إذا عندنا في المئات 6، إذا غادي نجيو للمئات ونكتبو 6 ديال النقط. 1 2 3 4 5 6. ثم عندنا 12، إذا عندنا في العشرات عندنا 1، وعندنا 2، عندنا في الوحدات عندنا 2، وغادي نكتبو العدد 612. إذا في المئات 6، في العشرات 1، وفي الوحدات 2. إذا غادي ندوزو للمثال الثالث، عندنا 324، إذا عندنا 300، إذا في المئات غادي يكون عندنا 3، ثم عندنا 24، إذا في العشرات عندنا 20، غادي نديرو جوج ديال النقط، ثم في الوحدات عندنا 4، إذا غادي نديرو في الوحدات 4، وغادي نكتبو 324. آخر مثال عندنا 243، إذا عندنا في المئات 200، إذا غادي نديرو جوج ديال النقط في المئات، ثم عندنا 43، إذا في العشرات عندنا 40، إذا غادي نديرو 4 ديال النقط في العشرات، ثم عندنا في الوحدات 3، إذا غادي نديرو 3 ديال النقط في الوحدات، وغادي نكتبو 243. الآن غادي نرتبو هاد الأعداد ترتيبا تناقصيا، يعني تنازليا من الأكبر إلى الأصغر. إذا غادي نستعملو الرمز أكبر. إذا دائما لمقارنة الأعداد أولا كنحسبو عدد الأرقام في كل عدد. إذا عندنا 3 الأرقام، إذا فاش كيكون عندنا نفس العدد ديال الأرقام، إذا غادي نبداو نقارنو من أكبر رتبة اللي عندنا هي المئات. عندنا 2 3 6 5، إذا أكبر رتبة هي في المئات هي 6، إذا العدد الأكبر هو 612. ثم عندنا يليها الرتبة اللي عندنا في المئات 5، اللي هي 530. ثم عندنا 3 324، ثم عندنا 200 203. 612 أكبر من 530، أكبر من 324، أكبر من 243. الآن غادي نمرو إلى حساب عندنا هاد العمليات ديال الجمع. إذا عندنا 6 زائد 9 تساوي 15، أكتبو الخمسة واحتفظو بالواحد. 3 زائد 8 11 زائد 1 12، أكتبو الاثنين واحتفظو بالواحد. 5 زائد 2 تساوي 7 زائد 1 تساوي 8، إذا المجموع هو 825. نمرو للعملية الثانية، 7 زائد 7 تساوي 14، أكتبو الأربعة واحتفظو بالواحد. 5 زائد 9 تساوي 14 زائد 1 تساوي 15، أكتبو الخمسة واحتفظو بالواحد. 4 زائد 1 تساوي 5 زائد 1 تساوي 6، إذا المجموع 654. العملية الثالثة، عندنا 5 زائد 7 تساوي 12، أكتبو الاثنين واحتفظو بالواحد. 8 زائد 4 تساوي 12 زائد 1 13، أكتبو الثلاثة واحتفظو بالواحد. 3 زائد 2 تساوي 5 زائد 1 6، إذا المجموع هو 632. بالنسبة للعملية الموالية، عندنا 6 زائد 5 تساوي 11، أكتبو الواحد واحتفظو بالواحد. 1 زائد 8 9 زائد 1 تساوي 10، أكتبو الصفر واحتفظو بالواحد. 6 زائد 1 تساوي 7 زائد 1 تساوي 8، إذا المجموع هو 801.
بالعملية الأخيرة عندنا 7 + 7 تساوي 14، أكتبوا الأربعة واحتفظوا بالواحد، 2 + 6 تساوي 8 + 1 تساوي 9، وأربعة زائد 3 تساوي 7، إذا المجموع هو 794. الآن غادي نمروا إلى المسائل، إذا اتبعوا الخطوات، خطوات الأسئلة الأربع لحل هذه المسائل. إذا قرأ محمود قصة من 125 صفحة، وقرأ أخوه إلياس قصة من 95 صفحة. سؤال: كم عدد الصفحات التي قرأها الأخوان معا؟ إذا دائما قلنا نوظف استراتيجيات الأسئلة الأربع. السؤال الأول: ما المعلومات المقدمة في المسألة أو المعلومات التي توفرها المسألة؟ قلنا هي المعلومات أو المعطيات العددية. إذا عندنا 125 صفحة وعندنا 95 صفحة، إذا ما المطلوب إنجازه؟ إذا حساب عدد الصفحات التي قرأها الأخوان معا. إذا ما الذي ينبغي القيام به؟ إذا هنا غادي نشوفوا واش كنبحثوا عن الكل ولا عن الجزء. إذا قلنا بما أننا نبحث عن عدد الصفحات التي قرأها الأخوان معا، يعني المجموع ديال عدد الصفحات التي قرأها محمود وكذلك إلياس، إذا هنا كنبحثوا عن الكل، وللبحث عن الكل نستعمل عملية الجمع في مثل هذه المسائل. إذا غادي نكتبوا 125 + 95، وغادي نديروا العملية. إذا 125 + 95، إذا 5 + 5 تساوي 10، أكتبوا الصفر احتفظوا بالواحد، 2 + 9 = 11 + 1 = 12، أكتبوا الاثنان واحتفظوا بالواحد، 1 + 1 تساوي 2. إذا قرأ الأخوان معا 220 صفحة. الآن غادي نمروا للمسألة رقم 2. إذا اشترى عثمان مقلمة بثمن 25 درهما وبقي لديه 138 درهما، ما المبلغ الذي كان مع عثمان؟ إذا دائما قلنا المعلومات التي تقدمها المسألة هي 25 درهما و 138 درهما، إذا ما المطلوب إنجازه؟ حساب المبلغ الذي كان مع عثمان. ثم السؤال الثالث: ما الذي ينبغي القيام به؟ إذا نبحث على العملية المناسبة، بما أننا كنبحث عن المبلغ الذي كان مع عثمان، يعني المبلغ الكلي قبل شرائه لهذه المقلمة، إذا هناك نبحث عن الكل، وبالتالي إذا عندما نبحث عن الكل نوظف عملية الجمع، وغادي نكتبوا 138 + 25 تساوي، ونديروا العملية هنا، ثم ديروا هذه العمليات في الدفاتر ديالكم، دفاتر ديال إنجاز التمهيدي. إذا 8 + 5 = 13، أكتبوا 3 احتفظوا بالواحد، 3 + 2 = 5 + 1 تساوي 6، 1 + 1 تساوي 1. إذا مسألة، إذا هنا عندنا خطأ في هذا الجواب هذا. إذا الجواب غادي يكون عندنا المبلغ الذي كان مع عثمان هو 163 درهما. نضرب على هذا السؤال، هذا المسافة التي قطعها خالد وصفاء، هذا خطأ. إذا انطلاقا من المسألة عندنا كنبحثوا عن المبلغ الذي كان مع عثمان، غادي تكتبوا المبلغ الذي كان مع عثمان هو 163 درهما، لأنه اشترى مقلمة بثمن 25 درهما وبقي له 138 درهما. إذا غادي نزيدوا هاد الثمن ديال المقلمة على المبلغ الذي بقي له، غادي يعطينا المبلغ الذي كان معه قبل أن يشتري هذه المقلمة اللي هو 163 درهما. إذا إلى هنا نكون قد انتهينا من الحصة التاسعة، إلى اللقاء في الحصة القادمة.